عند جلسة الشروق بعد الفجر عند الواجب الجلوس في موضع الصلاة ليس من الواجب. يعني إذا كنت تريدين هل ثم جلس في مصلى النفس مكان الصلاة أو المسجد كله مصلى؟ المسجد كله مصلى، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، الحرم كله مصلى. يعني إذا ضاق المكان بي وأنا أصلي خلف مقام إبراهيم صليت في أي مكان في الحرم.